دي صفحة أنا اقتبستها من الإيفنت اللي فات عن المنح وأنواع المنح، برضو بصفة عامة عشان تبقى عندكم فكرة. يعني في أول حاجة المنح اللي بتديها الجامعة اللي أنت مقدم عليها، ودي غالبا يا إما منحة تبع الدكتور، فهو الدكتور نفسه عنده منحة فبيديها لطالب دكتوراه أو ماجستير بيعمل معاه بحث معين، أو منحة تدريس بحيث ان الدكتور بيشغلك عنده في المعمل وفي نفس الوقت انت كمان بتدرس للطلبه اللي هم الاندر جراديوت، ودي بتبقى منحه انك انت بتدرس وبتاخد مرتب على التدريس دوت وبيدفع لك مصاريف الجامعه. وفي طبعا المنحه اللي هي بدون مقابل، اللي هي انت بتاخد منحه مش ملهاش علاقه ببحث ولا ليها علاقه بالتدريس، انت بتاخد منحه من اول ما بتبدا الدراسه، بتبقى بدون اي مقابل لا تدريس ولا بحث. وفي منح المؤسسات، ودي بتبقى مؤسسات عالمية بتدي منح تبع البلاد بتاعتها، يعني مثلا في أشهر المؤسسة هنا اللي هي الفولبرايت، اللي هي بتدي منح للمصريين هم يسافروا أمريكا يعملوا سواء ماجستير أو دكتوراه أو حتى يعني بعثات علمية صغيرة 3 أو 6 شهور. وفي برضو المنح الحكومية، ودي اللي هي البعثات اللي تبعتها مصر أو أي بلد عربي لبره ان انت تدرس دراسة معينة وترجع تاني. دي صفحة مهمة جدا للمنح، يا ريت كله يسجلها عنده. دي وزارة التعليم العالي، الصفحة ديت لو انتوا دخلتوا عليها هتلاقوا فيها على الشمال انا حاطط سهم على المنح الدراسية، فلو دوست عليها هتلاقي كاتب لك لستة بالمنح السارية والمنح المنتهية، بحيث ان انت تبص على المنح المتوفرة. مش معنى ان الصفحة دي تبع وزارة التعليم العالي انك انت لازم تبقى معيد عشان تقدم عليها. في فرص كتيرة المنح بتبقى متقدمة من جامعات بره، بيبقوا عايزين دارسين ماجستير او دكتوراه، فممكن تبقى انت في مكان بحثي ما يبقاش لازم يبقى جامعة. وانا بتكلم كمان على لو انت دراستك علميه، لو دراستك نظريه ما اعتقدش انت محتاج معمل عشان تقدر تقدم على منح ماجستير او دكتوراه. يعني دلوقتي انا يعني همسك العالم هقسمه حته حته بحيث انتوا تعرفوا تقريبا كل منطقه في العالم طريقه التقديم فيها عامله ازاي. فانا هبدا دلوقتي بامريكا. فأنا بس أديكم بعض المعلومات، إن المنح المتوفرة للماجستير في أمريكا مش سهلة خالص. الطريقة أسهل طريقة لحل المشكلة دي إنك أنت تقدم عن طريق مؤسسة زي الفولبرايت، والفولبرايت غالبا لو اتقبلت فيها بيدوك منحة ماجستير، بتعمل ماجستير في أمريكا، وبتبقى سهل بعد كده إنك أنت بعد الماجستير بعد المنحة دي إنك أنت تقدم على دكتوراه في أمريكا وبتكمل. يعني هي بتبقى خطوة وسط انك انت بعد كده تكمل لو عايز تعمل دكتوراه. الطريقه الثانيه انك انت بقى تقدم عادي بره على الدكتوراه، ولو وقفت يعني النظام هنا بعد سنتين في جامعات كتيره بيدوك الماجستير، لكن انت بتستمر 3 سنين كمان عشان تكمل الدكتوراه اللي هي بتبقى حوالي 4 ل5 سنين. فلو انت وقفت بعد سنتين بتاخد الماجستير وممكن تقول لهم خلاص انا كده كفايه مش عايز اكمل. وغالبا الدكتوراه ما تتقبل فيها بيتقبل بمنحة. القبول غالبا في الدكتوراه بيبقى مقرون بمنحة، يعني انت لما بيقبلوا حد بيقبلوه ده معناه ان انت هتاخد منحة لما تتقبل، مش معنى انك انت اتقبلت انك انت تقعد تدور بقى على منح ومين اللي هيعمل لي تمويل في فترة الدكتوراه بتاعتي. انت ما دام قبلوك يبقى ده معناه انت هتبقى بتاخد منحة وبيدوك مرتب شهري فترة الدكتوراه اللي انت بتدرسها، وده غالبا بيبقى في الجامعات اللي ترتيبها عالي، لان برضو كل ما بتقل الجامعات مستواها الفلوس بتبقى قليلة، فما بيقدرش ان هو يقدم منح للطلبة بالذات الطلبة اللي جايين من بره، لكن في الجامعات اللي ترتيبها عالي بتبقى الفرص اعلى. بالنسبة للتقديم للدكتوراه، عشان كان في حد كذا حد سأل السؤال ده، في امريكا بالذات مش لازم تكون معاك ماجستير عشان تقدم على دكتوراه، لأن الماجستير بيعتبر جزء من دراسة الدكتوراه، فأنت لما بتقدم على دكتوراه كده كده جزء من دراستك لازم هتخلص الماجستير. فهم عندهم النظام كده والفرص دايما بتاعت المنح بتبقى للدكتوراه عن الماجستير.
لو انت معاك ماجستير من مصر او بره مصر اي ما يكون، ده بيرفع من فرصك واسهمك انك انت تقدم بره في امريكا، وبالذات لو انت كمان ناشر بحوث، لان دي بيبقى لما بييجوا يقيموك بيشوفوا ان الشخص ده يعني جدي واشتغل ابحاث ونشر، يبقى ده في منه امل ان هو يكمل معانا. بالنسبه لمراسله الدكاتره، لو انت فعلا متميز جدا في مجالك ويعني متفوق، لو انت بعت الدكتور وراسلته بتلاقيه بيرد عليك وبيشجعك انك انت تقدم في برنامج الدكتوراه اللي هو مثلا في القسم بتاعه، وممكن كمان هو لما بيشوف السي في بتاعك بيعمل توصية عليك ان الشخص ده كويس جدا واحنا عايزينه عندنا في برنامج الدكتوراه. لو الدكتور اللي انت مراسله دوت حس ان انت مستواك مش قد كده، او ان هو تخصصه غير التخصص اللي انت بتقدم عليه، فغالبا يا اما مش هيرد على الايميل بتاعك لان هم بيبقوا غالبا مشغولين جدا، يا اما هيقول لك قدم زيك زي اي حد تاني مقدم، يعني وهتتقيم بقى تبع القسم كله، بس هو مش هيحط نفسه في وضع ان هو يعمل لك توصية. دلوقتي انا هديكم مثال لجامعة انك انت ازاي تدور على برنامج دكتوراه لو انت حابب تعمل دكتوراه في جامعة من جامعات امريكا. فلو انتوا فاتحين الملف ممكن تخشوا اللينكات ديت، بحيث ان انتوا تمشوا ورايا ازاي ممكن تخش جامعة وتشوف برنامج دكتوراه عامل ازاي والمنحة اللي بيدوها لك، وكمان لو انت عايز تشوف لستة بالدكاترة بتوع القسم اللي انت مقدم عليه. فانا المثال اللي انا حاطه هنا انك انت بتقدم على دكتوراه في الهندسة الكهربية في جامعة اسمها مينيسوتا. الجامعة دي ترتيبها في ترتيب شنغهاي تقريبا على ما اعتقد كان 29 على العالم، فالمفروض دي جامعة كويسة وترتيبها كويس ومتقدم. فعايزكم تفتحوا كلكم صفحة جوجل بمنتهى البساطة يعني، وتكتب University of Minnesota Electrical Engineering PhD Program، تمام؟ وأول ما تبحثوا عن الجملة ديت في الصفحة هيطلع لكم لينك للموقع اللي أنا عايزكم تفتحوه، اللي هو www.ece.umn.edu/graduate/index.htm، تمام؟ لو فتحتوا الصفحة ديت هتلاقوا ان انتوا عندكم الصفحة بتتكلم على الدراسات العليا بتاعت الهندسة الكهربية في الصفحة، وهتلاقي على الشمال بعض الاختيارات. في امريكا عندهم مصطلح جراديوت معناها اللي هي الدراسات العليا، لان بعض الدول زي يعني انجلترا واوروبا ساعات بيستخدموا كلمة اسمها بوست جراديوت، هي معناها جراديوت هنا اللي هي دراسات عليا. الاندر جراديوت اللي هو الدراسات اللي هي زي البكالوريوس يعني. ففي اختيارين مهمين بالنسبه لي اللي هو جراديوت والفاكولتي دايركتور، فاحنا نبدا الاول بجراديوت، فانت هتدوس على زرار جراديوت. فهتفتح عندك صفحه اللي هو كاتب لك طلبه الدكتوراه اللي هم المستقبليين او اللي هم مقدمين واللي هم اتقبلوا او اللي هم لسه هيقدموا. لو نزلت تحت في نفس الصفحة ديت هتلاقي كاتب لك الفاينانشال سبورت، اللي هو ازاي ان هما بيدعموك ماديا في الدكتوراه. فهتلاقي بيقول لك ان انت بعد ما تتقبل بيجي لك يا اما فيلوشيب يا اما تيتشنج يا اما ريسيرش اسيستنشيب، فيا اما بتاخد منحة بحثية يا اما بتاخد منحة وبتدرس، يا اما كمان بتاخد منح من الليستة اللي هما حاطينها لك. وغالبا انت مش بتحاول انك انت تقدم عليها لما بتتقبل، لان هم غالبا هم بيغطوك، لكن في وسط الدكتوراه بعد كده لو انت عايز تقدم على منح تانية دي بقى بتبقى فرصة ليك تانية، بتبقى حاجة اضافية ليك في السي في انك انت تقول ان انا خدت منح اضافية فوق المنحة اللي انت اصلا لازم هتاخدها اول ما تتقبل في الدكتوراه. لو دوست بقى على زرار تاني اللي هو كان اللي هو الفاكولتي دايركتوري، هتلاقوا لسته بالدكاتره لسه طويله. انا بس عملت يعني قطعت صوره بس لاول ثلاثه في الليسته، فهتلاقوا الدكاتره برقم تليفوناتهم بالويب سايت بتاعهم بالايميل، بحيث ان انت لو عايز تراسل دكتور بعينه تبعت له وتقول له مثلا انا تخصصي كذا ونشرت في كذا وانا حابب اقدم عندكم، هل في فرصه ليا كبيره في القبول ولا لا؟
فهو لو شايفك كويس هيقول لك قدم ويشجعك على طول انك انت تقدم على الدكتوراه في القسم بتاعه.